بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من الحقوق العملية الواجبة والمستحبة الإصلاح بين المسلمين. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شرط الله سبحانه وتعالى لمن فعل، يعني يريد أخذ الأجر العظيم، أن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، أن يصلح بين الناس، وأن يتكلم في السر في الأمر بالصدقة أو الأمر بالمعروف. النجوى المنهي عنها التي فيها الغيبة والنميمة والتناجي بالإثم والعدوان. أما التناجي بالبر والتقوى والأمر بالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح بين الناس فشرطه الإخلاص حتى ينال الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما، هو لم يصلي مأموما، إنما هم أن يصلي مأموما، أن تصحح، هم أن يصلي مأموما خلف أبي بكر. تأخر صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بسبب انشغاله بالإصلاح بين بعض الأنصار. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. فيها أنه تأخر أبو بكر لما أكثر الناس التصفيق فتقدم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم: أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه شكرا لله عز وجل ورجع وقف الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة حتى شرعوا فيها من أجل الإصلاح بين الناس. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل مفصل أو كل عظم صغير. السلامة عظام الأصابع، كل سلامة كل عظم صغير، كل مفصل كذلك يسمى سلامة. كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. جعل الله عز وجل ذلك شكرا لنعمته. قال صلى الله عليه وسلم: يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. معنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. يعدل بين الاثنين صدقة، إذا الجلوس في مجلس الصلح يعني إصلاح بين الناس بناء على شرع الله سبحانه وتعالى، وعلى يعني تخفيف حدة النزاع بينهما ومحاولة الإصلاح أو الحكم بينهم بالعدل، كل ذلك داخل في يعدل بين الاثنين، فهو من أعظم وأفضل الخيرات. إفشاء السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الكلمات التي سمعها عبد الله بن سلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة، ف
فكانت من أسباب إسلامه رضي الله تعالى عنه. الكلام الحسن الجميل، أفشوا السلام، هذا يشمل التسليم على من عرفت ومن لم تعرف، ما لم يظهر عليه سيما غير المسلمين. وأما من كان في بلاد الإسلام أو علم أنه مسلم أو ظهرت عليه سيما المسلمين، فهذا يبدأ بالسلام ويفشى السلام معه ويرد السلام كذلك. إفشاء السلام يشمل البدء بالسلام والرد كذلك. الابتداء بالسلام من العلماء يقول سنة، والذي يظهر أنه فرض كفاية في بعض الأحيان. وأما رد السلام فواجب بالإجماع، وإن كانوا جماعة أجزأ رد أحدهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام حقيقة ولفظة من أسباب الحب في الله، والحب في الله سبب لدخول الجنة. تشميت العاطس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمده، وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. الله عز وجل يحب بعضا من خلقه. الله قد خلق هذه الأفعال، والعطاس فيه من الأذكار والصحة للبدن وما يترتب عليه من أنواع الخير، ما هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى. أما التثاؤب في الصلاة وفي درس العلم فهو مرده في الغالب إلى نوع من الكسل، والشيطان يريد أن يصرف الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن إلا بالنوم فهو يريد صرفه عن الخير، يرده ما استطاع ويكظم بوضع يده إن لم يكفي ضم شفتيه وفمه. ظاهر هذا الحديث كل مسلم سمع أنه فرض على الأعيان، وقد قال به طائفة من أهل العلم، والجمهور يقولون سنة، ولكن هذا الحديث نص في الوجوب على الأعيان، والله أعلم، لمن سمعه يحمد الله. والتشميت أن يقول له يرحمك الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. يقول: الرجح من تشميت العاطس فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله، على ظاهر الحديث الأول الذي رواه مسلم، الذي رواه البخاري: يهديكم الله ويصلح بالكم، كما وردت: يهديكم الله ويصلح بالكم. ها؟
زيادة صححها الألباني الحمد لله على كل حال، تفعل وتترك والله أعلم. الحمد لله على كل حال. دلوقتي لما قال رجل عند ابن عمر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو قال شيئا من ذلك، فقال ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الحقوق العملية عيادة المريض وتشييع الميت وإبرار المقسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. في ست: وكذلك في رواية في الصحيح وإبرار المقسم. إبرار المقسم ستأتي في حديث رواية البراء بن عازب. عيادة المريض فرض كفاية، لأن ترك جميع المسلمين له ترك حقه. قد قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمسة، ذكرنا عيادة المريض. إذا هذا من الحقوق، لو قصروا جميعا في حقه فذلك يحزنه حزنا شديدا، وقد حرم الله عز وجل التناجي من أجل أن ذلك يحزنه. فالذي يظهر أن المسلمين جميعا لو تركوا عيادة مريض لكان ذلك من أعظم الحزن له، ولا كان تفريطا في حقه. فلذا قلنا الراجح أنها فرض كفاية. قال: وكذا تشيع الميت، لو فرض كفاية أن يذهب طائفة في جنازته حتى يدفن طالما تمكنوا من ذلك، وذلك لأن الدفن من الفروض، دفن الآدمي من الفروض، وليس كما يزعم الكفرة أن الإلقاء في البحر يعني حسب الشريعة الإسلامية، إنما يكذبون على الله مع ظلمهم وعدوانهم. ولكن لعل هذا أكمل في حق الشهيد. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن تجزع صفية يعني على حمزة لتركته حتى يبعث من بطون السباع. وحواره صلى الله أن ألقى في الليل خيرا على تلك الأحوال، فيقوله لماذا صنعوا بك ذلك، فيقول فيك يا رب. نسأل الله رزقنا الشهادة. أما إبرار المقسم فمستحب ما لم يكن في إبراره ضياع مصلحة أعظم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما قال: أقسمت عليك لتخبرني ما أخطأت فيه، أي في تأويل الرؤيا، فقال: لا تقسم. ولم يبر قسمه صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن إبرار المقسم أن يفعل ما أقسم عليه المقسم مستحب، وإذا كان هناك عذر أو كان هناك ضياع مصلحة أعظم كان مباح ليترك. وفي حالة عدم إبرار المقسم يلزم المقسم كفارة يمين طالما عزم على القسم، طالما عقد الأيمان. بالله عليك إن قصد بها اليمين عقد اليمين فهي فهو قسم، إن لم يفعل فيه كفارة يمين على من على الذي أقسم. ولكن كثيرا ما يقولون بالله عليك وإنما يقصد به الحث أو المنع أو نحو ذلك، مثل بلى والله ولا والله، فيقول: أقسمت عليك بكذا، بالله عليك لتفعلن كذا، دون قصد اليمين، إنما هو من لغو اليمين، فلا كفارة فيه. إجابة الدعوة واجبة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحو. عن البراء بن عازب
رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. نصر المظلوم فرض على الكفاية حتى يرفع عنه الظلم، ونصره ظالما بأن يمنعه من الظلم. النهي عن آنية الفضة وكذا الذهب بالأولى. خاتم الذهب كل استعمال للذهب في حلي الرجال محرم وهو حلال للنساء. خاتم الذهب حلال للنساء، ومن يزعم العموم في خاتم الذهب أخطأ، لأن هذا قد ورد تخصيصه بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حبل لإناثها. والحرير والديباج والقسي والاستبرق أنواع من الحرير وكلها حرام على الرجال. آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. نسي السبعة. يعني في روايات فيها مثل السبعة المياثر الحمر. من حقوق الأخوة المصافحة عند اللقاء، المياثر الحمر أيضا نوع من الحرير. قد ثبت في الحديث إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما تناثر ورق الشجر. صححه الشيخ الألباني من حديث حذيفة. هذا الحديث دول استحباب المصافحة استحبابا أكيدا، وليس المعانقة والتقبيل لم يرد فيهما ما ورد في المصافحة من الفضائل. لذلك ننصح الإخوة بالمحافظة على المصافحة، ومحاولات تقبيل اليد تفسد المصافحة، لأن التقبيل اليد يتضمن انحناء. عن أبي الخطاب عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. نقول المعانقة عند القدوم من سفر أو طول غياب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى جعفر فاعترف. عن الشعبي قال وافق قدوم جعفر فتح خيبر، وافق قدوم جعفر فتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري بأي شيئين أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر. ثم تلقاه فاعتنقه وقبل بين عينيه. قل أما المعانقة من غير سفر ولا طول غياب فلم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم. وفي حديث أنس قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ يلتزم أن يلازمه دائما. قال لا. قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. وهذا الحديث الصحيح يدلك على الأدب عند اللقاء خلافا لما يصنعه الكثير من الإخوة. تقبيل اليد فيه انحناء، تقبيل الرأس فيه نوع يعني مع كثرته للقريب يكون فيه نوع من الأذى والله أعلم. وكل واحد جاي بدماغ اللي عايز يقبله، وهكذا تتكرر يحصل نوع من الأذى. التقبيل بين العينين مشروع، اي حته بقى في النص.
مشروع امتى؟ تقبيل مشروع امتى؟ اذا السفر وطول غياب. طول غياب برضه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع من ايام جعفر اكتر من كم سنه؟ 10 سنين ولا حاجه. الهجره الاولى الثانيه للحبشه و الى فتح خيبر. تقبيل رأس هذا الحديث وتقبيل أبي بكر لرأس النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وتقبيل اليد وقع في حديث ابن عمر لما رجعوا من غزوة فقال له الصحابة أنتم الفرارون، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له في ذلك، فقال بل أنتم العكارون إن شاء الله، قالوا فقبلنا يديه ورجليه. كل قولي هذا واستغفر الله.